مرحبا مستمعينا. معروف انه الحصان حصان بالسباق بيضل حصان مهما فاز سباق اثنين ثلاثة، وبعدين بالنهاية حتى لو تمجد وتعظم بس هالحصان بيضل حصان، ولما بتصرف له شي تصرف بيدل على انه حصان بنقول له له يا حصان. على كل حال عنوان حلقتنا اليوم لا لست حصانا أصيلا. في فرق كتير بين الحصان الأصيل وبين غيره، بس مين الحصان؟ خلينا نشوف الصحافة شو بتقول عنه. وبنسأل: ألم تتعب روسيا من فشل بشار؟ بشار حليف إيران أم بيدق على رقعتها؟ ومن يريد التقسيم؟ والأجوبة عند الكتاب هشام ملحم ولينا الخطيب وإبراهيم صالح. ومرجوعنا لعنوان الحلقة لا لست حصانا أصيلا. فاصل وبنبدأ. ألم تتعب روسيا من فشل بشار؟ في عنوان لمقال هشام ملحم اليوم بالنهار اللبنانية طارحه كتساؤل مع إشارة استفهام. العنوان بيقول بداية نهاية الأسد. بالمقال بنقرأ: يتحدث المسؤولون الأمريكيون بثقة متزايدة ولكن حذرة عن احتمالات بدء عملية سياسية انتقالية في سوريا تستمر ما بين سنة وسنتين تنتهي برحيل بشار الأسد والمقربين منه من مدنيين وعسكريين، أي تغيير في القيادة وليس تغيير النظام، على حد قول مسؤول أمريكي بارز معني مباشرة بالحرب السورية. يبقي مؤسسة الجيش وما سلم من بيروقراطية الدولة السورية. طبعا هشام ملحم كاتب صحفي المعروف موجود أصلا بواشنطن، ويفترض أنه لما بيأشر على بعض المصادر أنها تكون مصادر مطلعة مثل ما هو معتبرة من المسؤولين الأمريكيين. بس على كل حال بيقول ويضيف هؤلاء، وكتير خلينا نوقف عند هؤلاء لأنه هن غير هدوك وغير هذلاك، ويضيف هؤلاء إن واشنطن تقبل ببقاء الأسد خلال المرحلة الانتقالية إذا أدرك الجميع أنه يجب أن يتنحى ويغادر البلاد في نهاية هذه المرحلة. يعني صار الموضوع كتير جاد وشبه مسلم فيه أنه بالنهاية التنحي أو الخلاص منه إزاحته أي شيء. ويحذر المسؤولون الأمريكيون ومنهم وزير الخارجية جون كيري من أن النجاح ليس مضمونا للأسباب التي قوضت المساعي الدبلوماسية السابقة بما فيها موقف إيران. وبتلف وتدور القصة وبترجع لإيران. بس بالمناسبة بعد كل هالدعم للأسد ورهان عليه، شو اللي تغير؟ اللي تغير بيقول الكاتب ونسب المسؤول البارز المطلع على المساعي التي يبذلها الوزير كيري إلى مسؤولين روس قولهم إنهم تعبوا من الأسد وباتوا أكثر استعدادا للبحث عن بديل منه. تأتي هذه المواقف على خلفية التراجع الميداني والنكسات التي تعرض لها الجيش السوري وحلفائه في شمال البلاد وجنوبها وفي محيط العاصمة دمشق. وبيحكي بالأستاذ هشام ملحم عن كتير من التفاصيل العلاقة بالزخم الجديد اللي ماشي بالنشاطات والاتصالات الدبلوماسية على مستوى دولي بالقضية السورية، وحاكي بتفاصيل يمكن صرنا حاكين عنها كتير خلال هاليومين. بس خلينا نوصل لنقطة ويقول ويعول الأمريكيون على أن يؤدي التعب الروسي من الأسد إلى زيادة الضغط على طهران لكي تبدأ جديا التفكير في مرحلة ما بعد الأسد، خصوصا أن ثمن إبقائه في السلطة سيزداد فداحة إضافة إلى التزامات إيران المكلفة في العراق واليمن. يعني ليه عم بيكون بإعلام النظام وعلى لسان أبواقة في تركيز كتير كبير مؤخرا على قصة أنه التمسك الإيراني الموقف الروسي والأكثر من هيك اللي يعني تعب وتعب حاله أنه بلحظة يتفرج شوي على إعلام النظام يعني الإعلام اللي بيسايره رح يلاحظ كتير أنه خلال 48 ساعة الأخيرة الأهم
بكل العناوين وكل التركيز بالحوارات هي نفي إقامة منطقة آمنة بشمال سوريا تنفذها تركيا بالتفاهم مع أمريكا. يعني طلع تصريح من الجانب الأمريكي بيحكي أنه الاتفاق لا يتضمن إقامة منطقة آمنة، الاتفاق يتضمن إفراغ داعش من المنطقة. يا سيدي إفراغ داعش من المنطقة، إفراغ داعش وبلاوي لمثل داعش. وعلى كل حال ليه كتير يعني متحسسين منا هن قصة المناطق الآمنة والمحاولة على التركيز بأنه نحن مو لحالنا، وبعدهم الأمريكان رضيانين بكيفهم أو بغير كيفهم ببقاء بشار؟ مين اللي قال حكي؟ ما حدا ملاحظ أنه يمكن إدارة أوباما اللي الكل سموها متخاذلة وخاصة بقضايا الشرق الأوسط وخاصة بسوريا أنها تكون خلصت من الهم اللي كان طول الوقت عم تداري إيران كرمال توصل لاتفاق نووي، ويدخل أوباما من بالتاريخ من أبوابه العريضة بأنه هو تفاهم مع أعداء أمريكا كأنه بكوبا ولا بإيران ولا حتى بعد شوي الله أعلم كوريا الشمالية. يعني هالسبق اللي سواه من شان نوبل السلام تبعه أوباما خلص برروا وانتهى الموضوع. وحتى الاتفاق النووي اللي كتير بدافع عنه بيقولوا عنه انتصار، ما بعرف قديه انه فعلا الإيرانية ربحانين ولا خسرانين فيه. بس بالنهاية يعني اللي بيراقب النظام وإعلامه بالأحرى كتير بيستشف كتير شغلات، بس يكونوا مركزين على نفي قصة بيكونوا مثل اللي على راسه بطحة وعم يحسس عليها. على كل حال تعويل الأمريكي على بمقال هشام ملحم، التعويل الأمريكي على التعب الروسي لزيادة الضغط على طهران مثل ما كنا عم نقرأ من شان تفكير جديا بمرحلة ما بعد الأسد. وبتقول خصوصا أن ثمن إبقائي في السلطة سيزداد فداحة إضافة إلى التزامات إيران المكلفة في العراق واليمن. وبيقول برجع هشام ملحم بختام ما قاله: وتتزامن هذه التحركات مع بروز مؤشرات لاستعداد البيت الأبيض للاطلاع بدور أكبر في سوريا، وخصوصا لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وأن يكون الرئيس أوباما لا يزال مترددا في قبول الاقتراحات الداعية إلى إقامة منطقة آمنة على الحدود السورية التركية. على كل حال هلأ بتصور أنه أعصاب النظام يعني بالأحرى بشار والشلة اللي حواليه أعصابهم تلفانة، لأنه يقال انتظار القدر أصعب من وقوعه، فما بالك إذا صار القدر يبدو أنه صار مؤكد. هو أكيد بالنسبة لإيمان السوريين كلهم تقريبا هو قدر قادم ونهاية سعيدة للسوريين، بس بالنسبة إلك يمكن وصلت لمرحلة أنك تعرف أنه في حدا كان حصان يتراهن عليه، بس الحصان ما طلع أصيل، الحصان بيضل غالي على صاحبه وصاحبه غالي عليه، بس الحصان بس يسلك مسلك مو حصان أصيل بده يوصل لهالنتائج. وأما بالنسبة لمشاكل تردد أوباما، يا سيدي بعد معه سنة وأربع شهور تقدروا تطلعوا إذا حبيتوا على أول كلمة ألقاها أهم مرشح عن الحزب الجمهوري جيب بوش اللي قال فيها من يومين انه الاتفاق مع ايران انه هو راح يشتغل ضده لاسقاطه لانه هي غير قابلة للثقة فيها، وحكى عن تدخل حاسم بمواضيع العلاقة وقضايا مثل سوريا. ويمكن كلينتون المرشح المقابلة له ما عنده مجال غير انه تزاود بهاي القصص، خاصة انها بتتحمل كتير من اللي بتسمى تخاذل اوباما من شان تنجح بانتخابات. فعليكم تنتظروا معكم سنة وشهرين ويمكن يكونوا أقرب بكثير. السؤال الثاني: بشار حليف إيران أم بيدق على رقعتها؟ هلأ أكيد كثير من المستمعين رح يقولوا هالسؤال كثير بديهي وكثير قديم، بس اليوم له مناسبة انه ينطرح يرجع مره جديده السؤال. كمان من الحياه اللندنيه مقال الكاتبه اللبنانيه ومديره معهد كارنيجي للشرق الاوسط ببيروت لينا الخطيب تحت عنوان الاسد
ورقة مساومة لإيران في سوريا. وبالتفاصيل بتقول: بعد الاتفاق على صفقة نووية أولية مع إيران، سيكون الملف السوري هو الملف الدولي التالي الذي تفاوض عليه طهران. ليس مرد ذلك أن إيران تمضي على طريق تحقيق النصر في سوريا، بل لأن التطورات الأخيرة في سوريا أجبرت إيران على تغيير حساباتها في شأن دورها في الصراع. فبدلا من الدعم غير المحدود للنظام، أصبح هدف تدخل إيران في سوريا اليوم هو التمسك بالرئيس بشار الأسد فقط حسب مصطلحاته، لاستخدامه كورقة مساومة في المفاوضات الدولية لإيجاد تسوية للصراع. يعني معادلة كتير بسيطة بيقدر واحد يفكر فيها لولا مرة أو مرتين. معقول النظام الإيراني يكون يكون كتير متمسك لبشار الأسد لدرجة أنه يفكر ما يكون ورقة بالمساومات؟ يعني مقارنة كتير بسيطة، التخلي والتنازلات الكبيرة اللي صارت بالاتفاق النووي مو دليل كبير أنه جاهز السياسة كل شيء ممكن وبلحظة بدون يتنازلوا الجماعة؟ بس كمان مو مضطرين يتنازلوا بسرعة، يعني بيضلن إذا كانوا هلأ ما عاد بيقدروا يتحركوا أكثر من 20% بالأراضي السورية. بغض النظر هي على الأقل 80% التاني طالعة من إيدهم، فبالتالي هال20% نفسها ما عاد قادرين يحافظوا عليها. إذا ميدانيا صار معاقل النظام اللي بكتير بتهمه بمنطقة الساحل القرداحة مثلا صارت بمرمى النيران السوار، فبالتالي يعني شو الشيء اللي ممكن بعد يقدروا يحافظوا عليه؟ يعني ممكن انه يكون سهل عليهم انه يحاولوا يتمسكوا بحصان يراهنوا عليه لاخر لحظة، ما يبيعوا برخيص، يعني يفاوضوا عليه منيح وراء. على كل حال بعد الدعم واللي كانوا ماشيين فيه بترجع الكاتبة لتطلع على كل التاريخ الأربع سنين كيف تصرفت إيران وكيف انقلبت الآية بسوريا بالنسبة للأداء الإيراني وبالنسبة لحلفائه. بتقول: ولكن في حين نجح هذا الدعم لفترة من الوقت، قابلته زيادة الدعم للمجموعات الجهادية من مختلف الجهات المانحة. بدأت الانتصارات المتتالية لحزب الله وإيران، طبعا هي بتحكي عن لما بيوم الأيام دخلوا القصير أحساب المدنيين أهلها وغيره وغيراتها، بس اليوم شو صار وضع؟ بدأت هذه الانتصارات تتلاشى عندما ضخ الطرفان المزيد من الموارد البشرية والمادية في الصراع السوري، فما كان قد بدأ كتدخل قصير الأمد تحول إلى معركة وجودية لحزب الله وبالتالي لنفوذ إيران في بلاد الشام. كبروا الحجر كتير ودخلوا برهان، يعني مثل اللي عم بيلعب بالأمار، يعني للأسف هيك الظرف على أرض سوريا، حطوا كل شيء ممكن لدرجة إنه ما خلوا شيء بجيبتهم، يعني بس يخسروا بدهم يخسروا كل شيء إذا هيك كان. وبتقول كاتبة: في البداية كانت المجموعات الجهادية السنية الصغيرة في سوريا مفيدة لاستراتيجية إيران لأنها أثبتت أن الأسد لم يكن يقمع انتفاضة سلمية بل يحمي سوريا في مواجهة تهديد التطرف العنيف، ولكن عندما تحولت الساحة الجهادية إلى ساحة تهيمن عليها أغنى منظمة إرهابية في العالم مع تقدم تنظيم الدولة في العراق، وجدت إيران نفسها في مواجهة تهديد وجودي محتمل يزحف نحو حدودها. خاصة إذا بدأت تتخيل شوي النظام هلأ أنه تركيا لما بدها تتصرف انها تحمي حدودها لتساوي مناطق عازلة وتضغط على داعش لتبعده عن حدودها، وحق كل الدول والقوى الاقليمية كمان انها تساوي هذا الضغط، لوين بدها تروح داعش؟ داعش رح تصير فعلا بمواجهة اللي طلب مواجهته واللي ادعى انه هو الحل لمواجهته اللي هو النظام. طبعا كل اشي على ارض سوريا والابرياء يدفعون الثمن، بس لما بده يصير المواجهة حقيقية ما بعرف إذا فعلا راح يكرر نفس الأفلام اللي صارت معه بالرقة بالطبقة وبتدمر وبحقل الشعر بحمص. بالتالي راح يكون الأمور على المحك، ومعناتها إيران راح تكون عم تخاطر بكل شيء فعلا. بتقول الكاتبة بمقطع آخر من المقال: لأن إيران محاصرة في العراق أكثر مما هي عليه في سوريا حسب وجهة نظرها،
اختارت إعطاء الأولوية إلى العراق، خاصة أنه طبعا الحدود يعني. على سبيل المثال، تم استدعاء اللواء العراقي لواء أبو الفضل العباس من دمشق إلى العراق فور استيلاء تنظيم داعش على الموصل. وفي معلومات، لو منجيب سيرتها مرة تانية من شيء أسبوعين، أنه في موفد عراقي مجلس أمن وطني أو هيك شيء، يبدو يعني بيعبر عن وجهة نظر تابعة لإيران، إجا لبشار بالشام وقال له أنه ما في مجال لإرسال أو إعادة هدول أبو فضل العباس وأشكيلاتهم. فيعني الضغط صار عندهم بالعراق، فما ضل بالميدان إلا حديدان. على كل حال، بالمقابل عم نحكي عن إيران، بالمقابل بتحكي لينا الخطيب عن السعودية وبتقول عمدت إلى زيادة الضغط على النظام بعد التنسيق مع حلفائها، فبدأ النظام وحزب الله يتكبدان المزيد من الخسائر. وتفيد معلومات أن حزب الله خسر ربع قوات النخبة الخاصة لديه في الحرب السورية، في حين تقلص عديد الجيش السوري إلى مجرد نصف ما كان عليه قبل عام 2011. وبدأ النظام والحزب في الاعتماد بشكل متزايد على مقاتلين ومرتزقة عديمي الخبرة يتم استقطابهم من بلدان خارجية مثل أفغانستان، الهزارة وغيرهم وغيراتهم. ما علينا، لينا خطيب ترجع بتقول بمقطع قبيل إنهاء تحليل العام للصورة: نتيجة لكل تلك التطورات أدركت إيران أن الرهان على الأسد لكسب الحرب يعني الرهان على حصان خاسر، مصطلح والله صرنا من عنده. لذلك غيرت استراتيجيتها من الاستمرار في ضخ الموارد في سوريا لدعم الأسد إلى استراتيجية تتمثل في مجرد الحفاظ على النظام عبر استخدام الحد الأدنى من الموارد. وتصر طهران على عدم إرسال قوات إلى سوريا، كما أعادت توجيه رسائل للغرب والدول الإقليمية مفادها أنها مهتمة بعقد صفقة كبرى في شأن دور كل من هذه الدول في منطقة الشرق الأوسط، وأن صفقة لن تشمل سوريا وحسب، بل أيضا ملفات أخرى مثل اليمن. والختام بكل بساطة للعودة لموضوع الرهان على الحصان، بتقول يعني التمسك بالأسد بينما تجري المفاوضات في شأن تسوية الصراع السوري أن إيران يمكنها استخدامه كتضحية صغيرة مقابل تحقيق مكاسب أكبر تتمثل في تشكيل حكومة تحظى بمباركة الغرب وكذلك الجهات الفاعلة الإقليمية مثل السعودية، طالما أن هذه الحكومة تحافظ على مصالح إيران في بلاد الشام. ولذا فقد الأسد مكانته كحليف لطهران وأصبح مجرد ورقة مساومة لإيران في سوريا. في وجهة نظر بتقول انه ايران طالما معتمدة اصلا هي على مجموعات صغيرة عددا وتراجع نفوذها بسوريا لمناطق صغيرة كمان، فبالتالي ممكن يكون بناسبها أكتر موضوع التقسيم. يعني بمعنى تاني أنه إذا فاتت بترتيب شو ما كان لحل سياسي بسوريا، حصتها المنطقية لأتباعها رح تكون صغيرة، بالتالي ما بناسبها. بينما لما تكون يعني مشكل القصة كتقسيم وكانتونات معينة بمواقع استراتيجية، فبالتالي بيكون أربح لها. فلهيك غالبا إيران اللي رايحة باتجاه التقسيم. أما السؤال بيقول من يريد التقسيم، سؤالنا الأخير بالحلقة، فالتحالفات الأمريكية الجديدة والمستقبل العربي، مقال بالعرب للكاتب الليبي الدكتور صالح إبراهيم، بيحكي بشكل عام عن رؤية المنطقة وتغيرات اللي صارت فيها ومسائل العلاقة بإعادة تقسيم منطقة على طريقة مختلفة عن الطرق السابقة للتقسيم. وجهة نظره بتقول شهدت هذه السنة تحولات خطيرة في منطقة الشرق الأوسط شبيهة بتلك التي حدثت بعد الحروب العالمية، حيث يعاد تخريط العالم لصالح القوى المنتصرة وعلى حساب الطرف المنهزم في الصراع، وأن ما يتم تطبيقه على الواقع اليوم في الشرق الأوسط هو عبارة عن ردات وارتدادات عكسية لسقوط الاتحاد السوفيتي عام 1989 وما حدث بعده من تداعيات إقليمية مثل الاجتياح العراقي للكويت والغزو الأمريكي للعراق، حتى بلغ مراحله الشمولية بما سمي حسب مصطلحات الكاتب بما سمي بثورات الربيع العربي نهاية 2010 وبداية 2011. طبعا بغض النظر يعني خلفية وجهة نظر الكاتب،
متعلقة فيه بس ما كتير مغمق. نحن بنقرأه بس يعني. بيقول: والجديد في إعادة تخريط المنطقة العربية هذه المرة أنه في السابق كان محور إعادة التقسيم يعتمد على العامل الجيوستراتيجي والمصالح الاقتصادية، تقسيم خرائط مزارع يعني، ولكن هذه المرة تم إدخال عامل جديد وهو العامل الجيوديني، حيث استخدم رونالد ريغان ومارغريت تاتشر بل واستدعيا مفهوم الجهاد والشهادة عند المسلمين في مواجهة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان. والله ما بعرف يعني، أحيانا مع احترامي لوجهة نظر الكاتب، بس يعني نحن على الأقل بالتجربة الأخيرة اللي بنعرفها اللي عمل دولة إسلامية، هلا كل الناس فورا بتفز لذاكرتها قصة التنظيم دولة الإسلامية. لا، أول حدا عمل المصطلح تبع الدولة الإسلامية هي الثورة الإسلامية، هن بـ 79 بإيران عملوها، هدول نظام ملالي. وغير هيك يعني في كم ملحوظة لازم واحد ينتبه لهم، أنه سؤال محير كتير: داعش ليه ولا مرة ضربت إيران؟ عن جد؟ طيب القاعدة يا سيدي قبلها، ولهيك يعني ما يستغرب حدا لما يقول أنه في قيادات للقاعدة هي موجودة معززة مكرمة بطهران. فيعني الشراكات، هلأ بيجي حدا بيقول لك كيف يعني، يعني المسألة الطائفية ما بتفسح مجال للتفاهم بينهم؟ مين قال لك؟ لهن بيسمعوك وبيسمعوني الكلام اللي مغلف طائفية وما عارف شو، بس هن بيشتغلوا مصالح جماعة، تجارة سلاح وحرب وتجارة إرهاب ومساومات. بس يعني اللي بس ليه؟ فبالتالي اللي عمل ميليشيات طائفية بالمنطقة واللي عزز هذا الشيء معروف مين هو، واللي عم يساوي هذا الضخ تبع البروباغندا كلياتها لينميها. فتيجي توصل استاذ كاتب انك يعني توصل انك توصل الموضوع بانه رونالد ريغان ومارغريت تاتشر، طيب يا سيدي لنفترض انه هن طبعا يعني ايه اوكي في عندهم منطق تبع خير وشر وقصص من هالنوع، طيب معناته ايران كانت عم تشتغل مع امريكا اساسا يعني؟ والله هو بيني وبينك واحد ما بيستغرب، خاصة انه كل المعلومات تحكي انه قائد الثورة الاسلامية في ايران يعني اجى باشراف المخابرات الفرنسية. على كل حال في توصيف حذر هيك الى الواقع الان اللي صاير بالمنطقة على لسان الكاتب، بيقول: ان الاتفاق الامريكي الايراني والتحالف التركي الامريكي في سوريا بالاضافة الى التحالف الاستراتيجي بين اسرائيل والولايات المتحدة سيكون على حساب المصلحة العربية، والأخطر من ذلك أن هذه التحالفات سوف تنتهج سيناريو يهدف إلى تحقيق ما يمكن تسميته بالعامل الجيوديني أو المذهبي، حيث تقسم المنطقة ذات العقيدة الواحدة إلى سنة وشيعة، بل يتم تقسيم السنة إلى متطرفين ومعتدلين، ويقسم المتطرفين إلى القاعدة، داعش، الإخوان المسلمين وأنصار الشريعة وغيرها، في حين يقسم الشيعة فقط إلى محافظين وليبراليين. هني للحق بشكل عام الأداء تبع إيران يعني أو هاي منظومة الملالي، نظام الملالي، هو كتير براغماتي فعلا يعني، وكتير مسخر قاعدة التقية لأنه يظهر غير اللي يبطنه أكيد. يعني هذا الحكي عن الثورة الإسلامية والقدس يوم القدس وغيره وغيراته والمقاومة وغيره وغيراته كلياته، هذا أكيد غلاف لمصالح. لما بيجي بيقلك تقارير بتقلك أنه خامنئي هذا شو اسمه المرشد العام تبعهم حاليا هو حدا شريك عنده أرباح بالمليارات من موضوع تجارة السلاح. على كل حال صارت الناس بتعرف أكتر حتى من الكتاب محللين، وهذا شيء كتير منيح. واللي بده يشتغل على التقسيم معروف اللي حاول هلأ يفرض إيقاع موضوع راح تفاوضه الإيرانية حاليا، هاي وقائع خلال اليومين الماضيات ثلاثة صار في هدنة بدهم انه ينفك حصار عن كفر نبل بالمناطق الشمالية اللي كان اللي او المناطق هاي نبل والزهراء اللي فيها عفوا اللي فيها ناس اتباع لإيران. بالمقابل بدهم بالزبداني انه السنة يطلعوا منها، السنة العرب اهل الزبداني بغض النظر شو طائفتهم. فيعني مين لا فكر بالتقسيم ومين لا بيحاول يروجه؟ طبعا على كل حال التعاطي والتفاوض معهم لمراحل هاي مو مشكلة، بس بده يدير بقى الواحد لقدام. على كل حال نحن مطمنين لأنه الحصان تعب اللي أساسا الله أعلم إذا كان أصيل ولا لا. وعنوان حلقتنا هو بيلخص كل القصة لما بيقول: لا لست حصانا أصيلا.
للاستماع لحلقة فيكم تابعونا مستمعين على صفحة راديو أورنت على الفيسبوك، وبنشوفكم بداية من الأسبوع الجاي بحلقات جديدة. باي باي. أسبرين. تقديم وإعداد حازم العريضي، فادي رياض. فكرة وإشراف فارس الذهبي. موسيقى وإخراج خالد قطرميز. من إنتاج راديو أورينت. أسبرين يزيل الألم، يخفف الحرارة، يعيد الشعور بالصحة.